نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة كده مع أخبار المحافظات وأخبار خدمية كتير جدا شهدتها محافظات مصر. في المنيا 14 مدرسة جديدة دخلوا الخدمة هذا العام بتكلفة تتجاوز 151 مليون جنيه. أما في السويس فقد تم فتح باب التقدم للوحدات السكنية بمساحة 90 متر بمشروع دار. وفي الإسماعيلية كمان تم بدء تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى الحميات. وفي الشرقية تم جني 29 ألف فدان قطن من إجمالي المساحة المنزرعة. أخبار خدمية كتير شهدتها المحافظات. محافظة المنيا أعلنت إن إجمالي عدد المدارس اللي هتدخل الخدمة العام الدراسي الجديد 14 مدرسة ما بين إنشاء جديد وتوسعات وتعلية وإحلال جزئي وصيانات شاملة بإجمالي 207 فصل دراسي بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، ومتوقع دخول 8 مدارس الخدمة الترم الثاني ضمن الخطة الاستثمارية لمشروعات الهيئة العامة للأبنية التعليمية بقيمة استثمارية بلغت 151 مليون و49 ألف جنيه. محافظة السويس أعلنت فتح باب التقديم للوحدات السكنية بمشروع دارا يوم الحد المقبل 22 سبتمبر على مساحة 90 متر بأسعار ميسرة حسب التميز في المكان، وتم عقد بروتوكول تعاون بين المحافظة وصندوق التنمية الحضرية للمساهمة في تقديم وحدات سكنية مميزة لصالح أبناء السويس وشروط مالية ميسرة. أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية بدء تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين، وده تزامناً مع إطلاق مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان اللي بتهدف لتحسين جودة الحياة من خلال توفير خدمات صحية متكاملة، وتم تشغيل عيادات العلاج الطبيعي بمستشفى حميات الإسماعيلية. شهدت محافظة الشرقية جني 29 ألف فدان من إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القطن بزمام المحافظة اللي تخطت 48 ألف فدان صنف جيزة 94، منها مساحة 8000 فدان مزروعة صنف جيزة 97 يزرع للمرة الأولى بأربع مراكز بالشرقية، كما تم إعداد 28 حلقة تسويقية استعداداً لتجميع المحصول من المزارعين، ويوجد بزمام المحافظة ثلاث محالج بمراكز الزقازيق وكفر صقر وميت يزيد. أعلنت جامعة سوهاج توفير كافة احتياجات مباني المدن الجامعية وجميع المتطلبات اللي بتضمن الأمن والراحة لأبنائنا الطلاب من أجل تهيئة الجو الملائم لتلقي العملية التعليمية في العام الدراسي الجديد، حيث سيتم استقبال 4300 طالب وطالبة للتسكين داخل المدن الجامعية هذا العام. افتتحت محافظة الأقصر مكتبة مصر العامة بمدينة طيبة الجديدة. المكتبة الجديدة مساحتها الإجمالية 1886 متر والمباني مقامة على 600 متر ومكونة من طابق واحد، وبتشمل قاعة اطلاع للكبار وقاعة لتدريب الحاسب الآلي وقاعة للندوات والاجتماعات وقاعة ألعاب للأطفال وقاعة الأنشطة. شهدت محافظة المنوفية وضع حجر أساس لمجمع مدارس بالبتنون بمركز مدينة شبين الكوم لإنشاء مدرستين على مساحة تقارب 10000 متر، أحدهما للتعليم الأساسي بعدد 32 فصل منها 8 رياض أطفال و24 ابتدائي، والأخرى تجريبية للغات بعدد 28 منها 4 رياض أطفال و12 ابتدائي و6 إعدادي وثانوي. افتتحت محافظة أسيوط المسرح المركزي بعد تطويره وتجديده والمعرض الدائم ورشة الأشغال، وده ضمن خطة تطوير المنشآت التعليمية والبنية التحتية لها وتفعيل الأنشطة المدرسية. أعلنت محافظة الوادي الجديد صدور موافقة وزارة الصحة على طلب المحافظة بزيادة أعداد الطلاب المقبولين بمدرسة التمريض بمركز الدخلة لتغطية احتياجات وحدات الإدارة الصحية بالدخلة من أطقم التمريض، على أن تجري اختبارات قبول الطلاب الجدد وفقاً للأعلى مجموعاً من قائمة الانتظار، وذلك يوم الأحد المقبل.